أها تسمع كلام أمك وتطلق، هذا حرام يا ولدي. إذا إحنا ليش سوينا كل هذا وإحنا نعرف إنه ممكن يصير مثل اللي صار؟ اسمعني زين يا ولدي، مهما سوى أبوها سالم أو أمك لا تضعف وتطلق. أيوة بس أمي ما تريدني أطلق إلا من خوفها علي. ولو كان زين، إيش الحل الحين؟ قول لي، دبرني، إيش اللي ممكن أسويه؟ اصبر، كل ما مرت الأيام على ذي السالفة كل ما هديت الأعصاب. ليلى زوجتك ولازم تتمسك بيها، فهمت؟ فهمت. زين، وعمي سالم والتهديدات؟ الله يجازي الظالم. سالم رفيق العمر، أنا أعرفه زين، ما يحب حد يهزمه وما يحب أحد حتى نفسه. واللي ما يعرف الحب ما بيحس بيه حتى ولو كان عند أقرب الناس له. الله، رغم ان الحال هو الحال الا اني احس بالراحة بعد ما تكلمت معك. إيه، هي ذي دنيا البشر يا ولدي، لها أحوال وكل من يشكي من هوى حاله. اي نعم، صحيح يا ابوي. وين أمك؟ سألتك وين أمك؟ طلعت، ما أدري، طلعت. ليش تريدي تلبسي الجرح القديم؟ ليش؟ أنا أيوة، كيف؟ بإصرارك هذا إيش المطلوب مني؟ الطلب الطلاق. لا لا، إذا تريد تفتح درب للعداوة ما لا نهاية. يمكن يكون كل الخير. لا، الشر، الشر. هند أم خالد تعتقد أني سيف موت أبوها، سيف أبو خالد يظن أني أذيته، أمك يظن أني قتلت أبوها بعد. خالد جالس يساعدهم باللي اتفقوا عليه، وأنت معاهم كلكم كلكم. لا لا، أنا إذا لازم تعرفي إن الشر نهاية الشر، واللي يتحداني أنصفه أضيعه، بيكون هناك انتقام لا أول ولا آخر، وأنت السبب. لا لا، أنا أريد السعادة، أريد السعادة للكل. بطريقتك هذه تريد التعاسة للكل. لا تكوني أنانية، أنا شايف نفسي أغرق، لازم أغرق الكل معي وأولهم خالد. خالد لا لا لا، بحطمه بحطمه قبل لا يحطموني فيك، بحطمه. لا، ابعد عن خالد، خالد ما له ذنب، ما له ذنب. لا ذنب نص، خالد سبب التعاسة كلها وانت معهم تساعديهم. لازم تسمعي كلامي إذا كنتي خايفة عليه. أرجوك خالد، لا لا. إذا اطلبي الطلاق. ها، إيش قلتي؟ نيران في داخلي تستعر وأنت يمكن تطفيها، مشاكل كثيرة بتصير وأنت يمكن تحليها إذا سمعتي كلامي، مستقبل خالد بيروح وأنت يمكن تحافظي عليه إذا سمعتي كلامي. خلاص خلاص، بسوي اللي تريده. خلاص. زين، ممكن تسمعيني يا هند؟ تفضلي. اول شيء انا جايه اشكرك على انك انتي من سنوات طويله نصحتيني وانا ما سمعت كلامش، وهذه انتي لامسه النتيجه وعارفه كل اللي صار وما يحتاج اشرح ليش. زين، وبعدين؟ انا لو كنت سمعت كلامش ما كان صار اللي صار. دخلي في الموضوع اللي جاي علشانه. انت عارفة ان ولدك خالد متمسك بليلى بنتي وهي بعد، والمفروض مننا نحن كأمهات ان نحافظ على رغبتهم هذه من اي شيء ممكن يأثر عليها. وايش نسوي يعني؟ نساعدهم، نوقف جنبهم، ما نخلي اي حد يفرق بينهم. حد؟ حد مثل مين؟
ما في الحين غير زوجش، هو اللي حارق بالحريقة. أما عن نفسي فأنا رضيت بالأمر الواقع. هذا من طيبة قلبش يا هند. سالم دايما يهدد البنية، وأنا خايفة يأثر عليها ويخليها تطلب الطلاق من خالد، وهذا حرام. طول عمره ظالم. لا تخلي خالد يتأثر بتهديده، ليلى زوجته ولازم يتمسك بيها. ولما ولدي ينضر أنا إيش بستفيد من نصيحتش؟ ولدي وما أريد أخسره. نحاول نسوي شيء علشان ما يتطلقوا. أرجوش يا هند، كلمي خالد، قدري مشاعري. أنا ما أعرف إيش أقولش، المسألة متعقدة. أنت عندش حل معين؟ عندي. أنا أروح أجيب ليلى، ولما يجي خالد نخليهم يروحوا البلد عند جدها، يمكن بعد فترة سالم بيهدأ. أهلا وسهلا يا سالم، خطوة عزيزة. تفضل تفضل، استريح أخوي، تفضل. أهلا بك. من كان يصدق أنه في يوم من الأيام نكون نسايب؟ هذا الموضوع وكأنه لم يكن. يا رجال استهدي بالله، احنا الحين كبرنا، هذا الكلام كان ممكن تقوله بالأول، لكن الحين خلاص البنت صارت زوجته. ايش رأيك ان بنتي طالبة طلاق؟ اذا انت اللي اثرت عليها. بنتي ما تريد ولدك، انت تكذب. خالد عيب هذا الكلام، لا تنسى انه عمك. ما عليه، انا بستحمل كلمتها هذه. ها تريد تسمع كلامها بنفسك؟ ما ممكن. زين اذا كانت تريد تسمع كلمتها تعال معي. انا بجي معك لكن ما بخرج من غيرها. زين انا معايا عقد القرار من المحكمه وباخذها ولو بالقانون. خالد قلت لك عيب هذا الكلام، مهما كان احنا اهل وما له داعي توصل المساله لهذا الحد. انا بروح معاه واللي يصير يصير. لحظه انا بجي معك. انزين زين، مع السلامه. كلهم ينتظرونا في البلد، يلا نتحرك. لولا ان التلفون في البيت عندنا قاطعنا كنت اتصلت فيهم قبل لا اجي. ايوه بس خالد وين الحين؟ اكيد عند ابوه في الشركه. خليه يجي او ينتظرنا حتى على الشارع. الو انا هند، وين ايش؟ طلقني. ليلى أنا ماني خايف من أبوك، لكن لا تهدمي كل شيء في لحظة. يا ليلى أنا وانتي قوة ولازم نتمسك بقرارنا. يا سالم هذا حرام، حرام وما يجوز عند الله. أنا ما تكلمت، البنت هي اللي تتكلم. يعني خلاص؟ ما في فايدة؟ أنت طالق. حسبي الله ونعم الوكيل.
الو، ايوه نعم، سعيد معك. ايش ليلى؟ زين زين، جاي جاي. مع السلامه. مع السلامه. ما ادري ليش الدكتور طلبنا نخرج بعد، ما ادري ليش. ها دكتور طمني. الحقيقة أنا كنت أتمنى أطمنك، بس إيش؟ دكتور ليلى إيش عندها؟ عندها انهيار عصبي حاد، نتيجة لصدمة عصبية شديدة للأسف. لا 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 بنتي يا أخت فاطمة، هي ما لازم تشوفك على هذه الحال. ما بيدي ما بيدي، صدقني يا دكتور ما بيدي. ليلى هذه حياتي كلها، عمري. معقولة معقولة أشوف بين يدين تضيع؟ وليش ليش كل هذا؟ ليش ليش؟ الله يصبرك ويقويك، بس أنا أنصح بعدم ظهور مثل هذه الانفعالات أمامها. يعني ممكن ترجع مثل أول يا دكتور؟ ممكن، بس لازم تعرفوا سبب الانهيار اللي هي فيه، لازم تعرفوا الصدمة العصبية هذه إيش سببها. مع هذا الدواء وحسب المواعيد إن شاء الله بتتحسن. إن شاء الله. تريد نصيحتي يا أخ سالم؟ طبعا يا دكتور. أنا أفضل تنقلوها للمصحة علشان تكون تحت إشراف طبي دقيق. لا لا يمكن بنتي تخرج من هني أبدا. هذا علشان مصلحتها، لأن المشكلة أنها ما عندها رغبة في الحياة، وممكن تسوي أي شيء بنفسها وبدون ما تحس. لهذه الدرجة يا دكتور؟ أنصحكم يا ريت لو انكم تبعدوا عنها اي شيء حاد يكون قريب منها، او حتى اقراص الحبوب، ولازم تكون تحت رعايتكم واهتمامكم باستمرار. وانا افضل تنقل المصحه مثل ما قلت سابقا، والامر راجع لكم. عن اذنكم. شكرا دكتور. شكرا. تفضل. مع السلامه. اطمني، ليلى بنتي مثل ما هي بنتك. لا ما بنتك، لأنه لو كانت بنتك ما كنت ضريتها. وليش؟ علشان طمعك وحقادك. فاطمة لا تنطق اسمي على لسانك، لأن اسمك مات من زمان على لساني. يا ظالم يا حاقد، لك يوم الله يمهل ولا يهمل. الله يمهل ولا يهمل. يا قلبي عليش يا بنتي يا ليلى. قلت لك يا فاطمة، ليلى بنتي مثل ما هي بنتي. انا احبها كثير، انا بوديها اكبر المصحات في العالم، بصرف عليها كل ذروتي لحد ما ترجع صحيحة مثل الاول. بعدك تتكلم بطريقة الفلوس؟ ومن متى الصحة كانت تشترى بالفلوس؟ من متى؟ الدكتور قال لك بلا هذه الانفعالات يا فاطمة. انا من بكرة من بكرة بشوف لها دكتور ثاني يشوف حالتها. انا ما بخليها لحد ما ترجع لحالتها الطبيعية. رحمتك يا رب، انت على الطاغي. الو نعم. استاذ سالم الحقني، لجنه جايه تفتش عندنا في الشركه، تدور في دفاتر الاستيراد والتصدير وحصص الاسمنت ومواد البناء، وسمعت عن لجنه ثانيه بتيجي لمعاينه المساكن وتشوف اذا كانت مطابقه للمواصفات او لا. الحقني. زين زين زين، انا جاي جاي. أبوي ليلى مالها؟ إيش صار لها؟ الحين جاي المهندس، جاي بعد ما المركب غرق. أمي إيش صار؟ أختك ليلى.
يتفتشون؟ ها؟ أنا وراقي كلها صحيحة. أكيد أكيد واحد الخطأ بلغكم عني، أكيد واحد يكرهني. أنت هنا بأي صفة؟ أنا مفتشة إدارية ومن ضمن اللجنة اللي جاية تفتش أوراقك. عموماً أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. ممكن الحين يشوف شغلنا؟ طبعاً طبعاً، تفضل 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 تفضل. ها دكتور، ماشي فايدة للأسف. يعني إيش؟ لازم تنقل المصحة. على ذنكم. خير؟ ليش تشوف علي بهذه النظرات؟ ما حد يشوف علي كذا. سعيد أبوي، أنت إيش تريد من الدنيا؟ إيش تريد تأخذ منها؟ سعيد ولدي، لا تقول ولدي، هذه الكلمة على لسانك بس، لكن للأسف ما لها معنى في قلبك، ما لها وجود. صدقني يا سعيد، أنا أتمنى أنك تحقق كل اللي تريده. يعني مثل ما حققت حال ليلى أختي، ما كذي؟ ليلى الحين اللي بين الحياة والموت، بترجع أحسن من الأول. بس أنت لازم تسمعني، لأن ما في وقت، أشوف كل شيء بيطيح فوق رأسي. فوق رأسنا احنا بعد، يعني هذا الحين عايشين إيش؟ سعيد يا أبوي، اللي عارفه أن الأب يكون حنون مع أولاده، يحبهم ويحبوه، كيف الأب يريد يحصل حب؟ هو ما قادر يزرعه، كيف؟ أنا ندمان يا ولدي، ندمان. الوحش الكاسر اللي في داخل الإنسان أحيانا يغلب، لكن لما يشوف أولاده في خطر يكون حمل وديع. سامحني يا سعيد، سامحوني كلكم. فاطمة، أنا ما بتكلم الحين عن من السبب وليش صار كل هذا. أنا كل اللي يهمني الحين أني أصلح أخطائي، وأول شيء أسويه أكفر بيه عن ذنوبي. سعيد ولدي، أنا؟ نعم، أنت ما تريد تعيش في البلد؟ ما تريد تزرع الأرض؟ ما تريد تتزوج بنت صبرية؟ هي، ولكن كيف أتزوجها؟ وهم أول شرط عندهم أنك بتروح تخطب لي إياها بنفسك، وأنا متأكد أنك ما بتوافق على هذا الشرط. لا، أنا موافق، أنا موافق يا سعيد. صبرية طول عمرها حرمة عاقلة وكاملة، عارفة تتربي، ومسعود زوجها أكثر من أخ. غريبة. ولكن يا أبوي، ما هو هذا رأيك من قبل؟ أقول لك بعد اللي صار حق ليلى اتغير كل شيء عندي. اسمعني، الليلة بنروح البلد نخطب لك بنت صبرية ومسعود. لا لا. ليش؟ أنا أبغى أطمن على أختي ليلى قبل كل شيء. ليلى بترجع لحالتها الطبيعية، أنا لازم ألحق نفسي، أقصد أسوي شيء. لازم تكون هناك بداية صحيحة علشان كل شيء يكون صحيح. أنا ما أدري يا أبوي إذا كنت فعلا ندمان ولا لا،
أنا ما مصدق نفسي لأن عمري ما شفتك على هذه الحالة. سعيد يا ولدي لا تزيدني، ما في أغلى من الظنى. الليلة بنروح نخطب لك ونرجع على طول. الله يطمنش عليها يا فاطمة. مع السلامة. خير انت؟ ايش اللي صار؟ شفت اللي صار لليلى؟ خير؟ انهيار عصبي، كل الاطباء قالوا لازم تدخل المصحة. رحمتك يا رب، الله يجازيك يا سالم. حد يسوي بأولاده هذا السواء؟ ظالم. طيب وخالد عرف؟ خالد؟ وأنا شوفه يعني؟ الولد تايه ومثل ما يكون ما يريد يشوف وجهي. أنا أقول ما نجيب له سيرة هذه السالفة، ما نطيق يجي له انهيار عصبي هو بعد. مساكين والله اللي عايشين مع ذاك السالف. زوجة فاطمة هي الضحية وبنت ليلى هي الضحية الثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وخالد رجع من برا؟ بعده. يا لحد الحين؟ أنا الحين ما أسأله وين رحت ومن وين جاي. خالد في أزمة وما أريد أزمة أكثر. مساء الخير. أهلا يا ولدي. أهلا. مساء النور. كيفك يا ولدي خالد؟ هذا أنا، بعدني عايش. تريد تتعشى؟ لا شكرا، ما أحس أني جوعان. يا ولدي وبعدين على هذه السالفة، السهر بهذا الشكل ما زين علشان خاطر صحتك. يعني تريدني أجلس هنا أكلم نفسي يعني؟ لا يا ولدي لا، تعال الشركة أشغل نفسك. أنا مالي رغبة أي شيء. أنا إذنكم أنا بغى أنام. تصبحون على خير. وانت من اهل الخير. وبعدين يا سيف ما ادري ايش رايك لو نخليه يتزوج بسرعه. لا، اياني واياك تكلميه في شيء مثل هذا. لا تجرحي فوق جرحه، ترى الجرح فوق الجرح بيقطع علاجه. محاوله انقاذه من الضياع اللي هو فيه وهو مجروح هو الضياع نفسه. لا تنسي يا هند انه ولدك يحب ليلى، ولا تخلي حقدك على ولد عمك ينسيك ولدك مره ثانيه. فاهمتني؟ أيوة فاهمة. يا أبوي أنا ما أعرف أنت ليش مصر على أن أجمعك الليلة البلد؟ علشان تتزوج البنت اللي يريدها قلبك. هذا زواج أنا افتخر به لأنك اخترت بنت حسب ونسب. أبوي وبعدين أنا أفكر أني أسافر بأختك للخارج علشان تتعالج. لازم أقوم بواجبي تجاهها. كل هذا علشان أطمن عليكم بس. أبوي ليلى لازم ترجع لخالد. المهم ترجع لحالتها الطبيعية بالأول. سالم؟ اهلا اهلا وسهلا، تفضلوا زارتنا البركه. مسعود ولد خالتي، مشتاق لك كثير كثير كثير. انا؟ طبعا انت، الله يهديك. معقوله؟ معقوله يكون لك ولد خاله على ظهر هذه الدنيا وما تجي تشوفه وتطمن عليه؟ وينك انت يا اخي؟ ايش احوالك يا اخي؟ الله يهديك. بس انا دائما ارسل سلاماتي مع سعيد وانت ما تسال. أنا مسعود مشتاق لك كثير كثير يا ود خالتي، مشتاق لك. أنا
كيف يعني بنظل واقفين كذي عند الباب؟ لا 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 ابدا ابدا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، زارتنا البركه. تفضل يا مرس، تفضل يا مرس، تفضل يا مرس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولد كامل كامل ما شاء الله. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا اهلا بسعيد. اهلا يا عمي. اهلا اهلا بمهندسنا. اهلا. شفت كيف، شفت كيف ان الدنيا صغيره والايام تدور، وهذا اولادنا بيخلونا سايب ما شاء الله. نعم. اهلا 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 وسهلا. اتصدق ومالك حلف علي، يوم ما قال لي سعيد اني اريد اتزوج بنت عمي مسعود طرت من الفرحه. الفرحه ما خلتني اجلس للصباح، قلت له نروح الحين بالليل ونخطب لك بنت عمك مسعود. الله يهديك، احنا بنحصل احسن منك ومن صبريه، بنتكم على عيننا وراسنا ان شاء الله. ايه صحيح، الزمن يغير كل شيء، ما في شيء يظل على ما هو عليه، سبحان الذي يغير ولا يتغير. الحقيقة يا مسعود يا أخوي، أنا ما بطول عليك، أنا جاي أخطب بنتك هدى الولد سعيد. إحنا إيش نريد من هذه الدنيا غير سعادة أولادنا؟ كلامك صحيح يا سعيد. يا ولدي تكلم، إيش فيك ساكت؟ إيش أقول يا عمي، الحقيقة أنا ما أعرف. الله يهديك بس، الله يهديك يا مسعود يا أخوي، تراني أنا أتكلم. احنا جايين نخطب بنتك هدى لولدك سعيد، هذيك بنتك وهذا ولدك، ها والراي رايك، ايش قلت؟ والله انا رايي يعرف سعيد من زمان، وانا ما طلبت انك انت تكون معاه الا اذا على حسب العادات والتقاليد اللي ماشيين عليها. ها يعني موافق؟ موافق؟ لا ما موافقين. صبرية؟ ايش؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بصبرية، اهلا ببنت خالتي. الضحكة على ايش يا صبرية؟ انت جاية هنا علشان تكسري كلامي قدام الناس؟ هذا يصير؟ لا عاش ولا كان اللي يكسر كلامك يا مسعود، كلمتك سيف على رقبتي وفوق راسي، بس سالم ما جاي هنا عشان سعادة ولده. اذا ليش جاي؟ جاي عشاني انا. ايش اللي تقوليه انتي؟ ايش يعني جاي علشانك انتي؟ لا تروح بتفكيرك بعيد يا مسعود. عجل، ايش السالفة؟ سالم ما جه هنا الا لما حس انه في خطر، يظن انه لما يجي ويخطب هدى يكون مسك عليه شيء. انا ما فاهم شيء يا سعيد، انت فاهم؟ الحقيقة لا، انا اكون عضوة في اللجنة اللي تفتش في حسابات مكتبة، مخالفات في إذون الاستيراد والتصدير، مخالفات في استغلال الموارد المتاحة لهم من الحكومة، وأشياء لا لها أول ولا تالي. تو انت يا أبوي علشان هذا جيت؟ لا تفهمني بالغلط يا ولدي، أنا جيت علشانك. لا انت جيت علشانك انت. انت تظن يا سالم اني بخالف ضميري عشان بنتي وبقف معاك ضد واجبي وعلى حساب المصلحة العامة؟ لا، اصحى اصحى. سعيد يا سعيد، اما هذه السالفة بعد، انا كنت خلاص مصدقنه، دخل علي يسار وسكتني، ما عرفت اقول له شيء من كلامه ومديحه. بس تعرف يا صبرية، انا فخور فيك كثير كثير كثير. البركة فيك يا زوجي العزيز، ولولاك انا ما تعلمت ولا وصلت للي وصلت له. هدى؟ لا تبكي يا بنتي، انت المفروض تفرحي وتأكدي ان انا ما بحاسب سعيد على اغلاط ابوه، وسعيد إذا كان يريدش بيرجع. مبروك مبروك يا نادر يا ولدي، ألف ألف مبروك. مبروك يا نادر، مبروك. بصراحة العروس تستاهلك. أحسنت يا خالي أحسنت. ليكون بعدك زعلان علشان ليلى؟ هذه السالفة إيش لما تضرون الحين؟ ها؟ كلك تبغبغ تبغبغ أنتي. أنا قلت شيء يا راشد الله يهديك، بس أنا بغيت أطمن على ولدي بدل ما يسويها في يوم يتزوج على بنت الناس. مرة ثانية؟ يعني لازم تخليني أعصب؟ أنا أتمنى تشوف زوجتك الثانية هذه، أنا ما أدري ليش متمسك بيها كذي. صافية شفت شفت
حتى ما طاق تسمع مني كلمة. الحين ولدك بيتزوج وانت بتكون عندها 24 ساعة وانا عاد لي الله بتنساني. الله يهديك والدي سلام. انتوا ليش تضحكون؟ نضحك عليش يا صفية طول هذا الوقت وانت ساهية. زهرة رجوش يا تورطيني. يا اخوي يا راشد يا اخوي يا راشد حرام عليك اللي تسويه في المسكينة طول هذه السنوات وانت معايشينها في حالة توتر. تراني خايف اريحها وانا اللي اتعب بعدين. يا راشد الله يهديك يا راشد خلاص صفية انت صرت عندها كل شيء. ايش فيكم؟ ايش السالفة؟ انا اريد افهم السالفة. ما فيها ان اللي عند الذهب ما يدور على غيره. انا بعدني ما فهمت السالفة يا امي العزيزة. ين ابوي ما متزوج عليك. ايش؟ ما متزوج؟ ولا عمري فكرت اتزوج عليك. يعني كنت تضحك عليك لهذه السنين. لا يضحك عليك ولا شيء. عموما انا اعتبر هذا الشيء من الاصلاح قبل الانهيار، مع العلم ان الزواج الثاني له عيب ولا حرام، لكن انا في رايي انه يكون عند الضروره وبس علشان الاولاد ما يصابوا بالتردد والضياع. ما معقوله نسعد انفسنا على حساب غيرنا. زين وانت ليش ما تزوجت مع ان عندك الضروره؟ زوجتك ما تجيب أولاد. زوجتي ما تجيب أولاد هذا قدرنا، وفي كل الحالات أنا سعيد معها سواء عندي أولاد أو بدون أولاد. كذي يا راشد كذي. أنا ما بنسى هذه السالفة أبدا. حين بنقعد نتنازل الحين ولا إيش؟ على الأقل انتظري لما نرجع البلد. أنا ما برجع معاكم البلد، أنا برجع لشغلي ونشاطي. تضحك علي ها؟ شفتوا ليش طلعتوني من الجنة اللي أنا كنت عايش فيها؟ أمي لا تعقدي المسألة وهي ما تستاهل، وبعدين لا تنسي إن ولدك معرس. وانت بعد يا نادر لعبت معاهم هذه اللعبة؟ أحمدي ربك إنها مجرد لعبة، وزين إني ما تزوجت عليك بالفعل. أنا أريد الرد من قرار نفسك. حالتك الحين أحسن ولا أول؟ يا صفية المرأة المتعلمة مفروض ما تنسى إنها زوجة وأم. ما بنسى، بس أيضا ما بنسى إني متعلمة وأريد أثبت وجودي. من حقك والمجال مفتوح، لكن بالتواضع وبالتوفيق بين شغلك وبيتك. هو هذا الدرس اللي لازم تكوني استفدتيه. العلم يكون في خدمة بيتك وزوجك، هذا أولا وقبل أي شيء. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا عبد صالح. يا هلا مرحبا. كيف حالك؟ حياك حياك تفضل حياك. يا هلا ومرحبا. حياكم الله. الله يحييك. زين اني حصلتكم كلكم هني علشان اقول اللي عندي وارتاح. خير يا عبد صالح؟ خير ان شاء الله. خير يا ولدي. انا فرحان بتجمعكم هذا، واول ما دخلت شفت بشاير الخير على وجوهكم، بس لازم تعرفوا يا أولادي إني حزين. خير إن شاء الله أم صالح. ليش حزين؟ حزين على صداقة العمر، حزين على الأصدقاء اللي فرقتهم الأيام وخلت كل واحد منهم يقول اللهم نفسي نفسي وما علي من غيري. خير يا أم صالح؟ صار شيء؟ صار الكثير يا حمد. زين قولنا وممكن نستفيد. معقولة الدنيا تشغل الناس والأصدقاء بهذه الطريقة؟ المفروض انكم تحبوا بعض، تسيلوا على بعض، تتعاونوا مع بعض. اذا وين الود والرحمه؟ وانت يا حمد يلي كلهم يحترمونك وكلمتك يسمعوها، وينك لما توفى خلفان ولما عبد العزيز توفى؟ ايه يا عم صالح انت جالس تتكلم عن ماضي. ماضي مضى وراح. ممكن يكون ماضي لكنه ما راح، بعده موجود. وترى يا أولادي ما في مستقبل بدون ماضي وحاضر. وانت يا راشد هي سويت لسالم وهي سويت لسيف، انتوا كنتوا ايد واحدة تاكلوا من صحن واحد. معقولة المادة تغلب على الروح بداخلكم؟ فاطمة يا سيد يا فاطمة. أنا جهزت كل شيء عشان أسافر برا،
ليا لازم تتعالج في اكبر مصحات العالم. اسمع يا سيد، هذا توكيل تباشر فيه كل اعمالي في غيابي. تريد تهرب؟ اهرب؟ انا اريد اعالج اختك يا ولد. ليش يا ابوي؟ ليش؟ ايش خذيت من كل اللي سويته؟ ليش ما مشيت في الطريق الصحيح من البدايه؟ ليش حولت الطموح لقشع؟ ايش خذيت من الربح السريع لغير المشروع؟ صدقني يا ابوي، ما تاخذ غير الفضيحه. اسكت اسكت اسكت، اهم شيء اختك الحين. اهم شيء الحين انك تهرب، ما اختي. لكن انا لازم اتصرف. زهرة حامل، حامل. مبروك يا حامل. مبروك يا حامل. مبروك. الله يبارك فيكم، الله يبارك في حياتكم. ما ادري انا في حلم ولا علم. زهرة بعد العمر هذا كله، حكمتك يا رب. زهرة الحمد لله. وصفية على كل سالفة، تزوج يا حمد، تزوج يا حمد. شفتي؟ شفتي نهاية الصبر على إرادة الله؟ راشد الله خليك تسكت عني، تراني واصلة حدي. تضحك علي ها؟ زهرة حامل يا صفية، زهرة حامل، زهرة حامل يا نادر، زهرة حامل يا راشد، زهرة حامل. أنا بصير أب، حمد بيصير أب، أخيرا حمد بيصير أب. أحمدك يا رب، أحمدك يا كريم. خال، ما يصير هذا اللي تسويه، لا أكل ولا شرب ولا شغل. تعبان تعبان، ما عندي رغبة لأي شيء. ما يصير هذا اللي تقوله وتسويه يا خالد. يا أمي أرجوك قدري اللي أنا فيه، ما معقولة أتزوج وأطلق بذيك الطريقة. أبوك قال لك انسى هذه السالفة، هذه ما نهاية الكون، وممكن بكرة كل شيء يتصلح. متى بس؟ متى؟ قولي لي متى؟ أنا ما معقولة أتركك كذا حتى يجيك انهيار عصبي أنت الثاني، ما قبلي. أنت ليلى؟ ليلى عندها انهيار عصبي؟ ليش يا هند؟ ليش؟ أنا كان قصدي يعني خالد تعال. الحين خالد عاد، الحين خالد تحط بالحريقة وتصيح بالنار. روح شوف وين راح. وين بيروح يعني؟ أكيد بيروح الليلة. نرجع للأستاذ سالم وتهديد. يا رب سترك. سعيد وين ليلى؟ داخل مريضة، وأبوي باغي يسافر بها الخارج علشان يعالجها. سعيد ليلى لازم تكون زوجتي، لأني عارف أنها كانت مجبورة في طلب الطلاق. بس أنت ما كنت مجبور يكون تنطق الكلمة. سعيد أرجوك لا تلومني، أنا كنت في أسوأ حالة. أبوك هو السبب في كل اللي يصير لنا، لكن لا، أنا لازم أرجع ليلى. هي الحين ما في وعيها، حالة الانهيار العصبي اللي جاتها خلتها تعيش في حالة اللاوعي. أنا لازم أواجه أبوك وأقنعه. أنت ما قدرت تقنعه، هي زوجتك، كيف ممكن الحين تقنعه؟ هذا أبوي، ما سهل. معقولة تكون هذه هي النهاية؟ لا، لازم يكون في حل، لازم. معقولة أحلامنا الوردية تضيع بهذه السهولة؟ تصبح وهم؟ شيء فظيع. خالد، اللي صار استثناء ما قاعدة، والدليل الخير اللي عمنا في كل مكان. الخير أثر بالغ في القلوب والوجدان. احنا ما راضين باللي سواه أبونا، هو الحين ايش؟ مهدد، يتداعى للسقوط. ايش استفاد؟ ايش أخذ؟ لا شيء. زين ليش احنا ندفع الثمن؟ علشان نعيش ونتعلم ونعلم اولادنا.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد وين أبوك يا سعيد؟ أبوك لازم يرجع العقل يا سعيد. لازم نصلح كل شيء يا سعيد. وأخيرا اجتمعت كل الأجيال، شيء جميل وظاهرة صحية كان لازم تحدث من زمان. احنا جينا نشوف معكم ايش اللي بنسوي في هاي الفترة المهمة يا سعيد. الو، ايوه عم صبرية. طيب حاضر، تحت امرك. انا اسف يا سعيد، انا مضطر ابلغ اداره التحقيقات والجهات المسؤوله عشان يصدر امر بالقاء القبض على ابوك. ابوي انا ما اعرف وين هذه الايام ابوي، لكن انا عندي توكيل اباشر فيه كل اعماله واتصرف فيها، ومستعد اصلح كل شيء وادفع كل التعويضات المطلوبه حتى ولو كنت اصرف اخر بيسه. ما اعتقد ان هذا بيعفي ابوك من المساءله القانونيه. قومي بواجبك، وانا اللي اقدر عليه اسويه بسويه. والله ما ادري ايش اقول لك. لا تقولي شيء، ابوي الحين في موقف حرج وانا عارف. هو الحين يجني نتائج اعماله ويخسر من كل صوب في بيته وعمله. احنا بنرفع تقرير بنتيجه اعمال اللجنه، والى هنا بينتهي دورنا، وانا من الحين بيبدا دوري، وربك يسهل. مالش رد علي ليلى. ليلى يا ريت لو ترجعي مثل الأول، يا ريت. من يلومني في تفكيري ضد أبوش؟ أنا قدرت أستحمل، لكن أنت لا. ليلى حبيبتي رد علي، ليلى ردي ليلى. ليلى مين ليلى؟ ألو، وعليكم السلام. من الشرطة؟ خير، سالم إبراهيم. أيوة أبوي. ايش تقول؟ محجوز عندكم؟ معقولة؟ ايش هذا اللي يصير لك يا سالم؟ يا ترى هي هذا نهاية ذكائك؟ وين تفكيرك؟ تفكيرك توقف عند هذا الحد. شوف مكانك الحين، حتى حركتك صارت محدودة. للأسف نظريتك خاطئة، ما في شيء يبقى على حاله في هذه الدنيا. الدنيا تلف وتلف وتدور، الدنيا لها أحوال يا سالم. أنت انتهيت يا سالم، طحت في دوامة الأيام. عمر الشر ما يفوز على الخير، عمر الشر ما يفوز على الخير يا سالم. ما مصدق؟ شوف مكانك الحين، حتى حركتك صارت محدودة. لا أنا بطلع من هنا، برجع من الأول. الوقت ما زال في صفي، أنا بطلع. ليه سكت؟ رد علي، أقول لك أنا بطلع. لا تضحك على نفسك يا سالم، لا تضحك على نفسك. انت انتهيت يا سالم،
انت انتهيت يا سالم، انتهيت 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 يا سالم، انتهيت انتهيت. اي ايش جالسه تسوي؟ أنا ما قلت لك أكثر من مرة أنت ما تسوي أي شيء في هذا البيت، وبعدين أنت ما قلتي لي إنك تعبانة؟ مليت يا حمد، مليت من جلسة على سرير، مليت. يا زهرة، يا زهرة، يا زهرة أنا خايف عليك. خايف علي أنا ولا على الجنين؟ خايف عليكم أنتوا الاثنين، ترى اللي في بطنك هذا مني يا الغالية. الله يخليك لي يا حمد. ويخليك لي يا أحلى زهرة في حياتي. ليلى حبيبتي، يا ريت لو تكلميني وترجعي لطبيعتش الأولية. كل اللي صار إن شاء الله بيتصلح، وزوجش خالد بيرجعلش. خالد؟ من خالد؟ أمي، أنا أستأذن رايح. على وين رايح؟ رايح لأبوي وأيضا لخالد. أنا بدأت في محاولة لتصليح كل شيء أفسد أبوي في الشركة، وبهذه الطريقة أتمنى يكون موقف أبوي زين في قضيته. ما أقول إلا الله يوفقك يا ولدي. الله يا أمي، توقعتك بتعرضين على أني أساعد أبوي رغم موقف القديم معاش، وهذا أنت تدعي لي بالخير والتوفيق. قلبك كبير يا أمي. لا تقول شيء يا سعيد، يكفي أنه أبو سعيد وليلى. ليلى، الله يكون في عونها. وجود خالد معنا هذه الأيام بيساعد بكل تأكيد على أنها ترجع لطبيعتها إن شاء الله. إذا لازم خالد يكون موجود. خالد؟ مين خالد؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب لأ خالد، عندكم شو؟ شكرا على هذا الضابط. خالد، خالد أنا غلطان، غلطان في اللي سويته معكم علينا. بعد إيش؟ بعد إيش هذا الكلام؟ بعد كل اللي صار؟ بعد ما ليلى صارت ما حاسة بأي شيء؟ أنا كنت ناوي أسافر بها الخارج أعالجها، لكن للأسف خالد أنا أتمنى أطمن عليها. علاج ليلى في رجوعك لها يا خالد. أنت ضيعت معاني جميلة كنا عايشين علشانها. أرجوك، أرجوك لا تعذبني يا ولدي يا خالد. وأنت تعرف تتعذب؟ خالد، خالد أرجوك لا تتشمت فيي. وليش أتشمت فيك؟ لكن لازم تعرف انه الله سبحانه وتعالى انتقامه عادل. ابوي خالد. ليلى، ليلى، ليلى ردي، هذا خالد يكلمش، ردي عليه. مين خالد؟
ليلى شوفي علي. أنا خالد، أنا خالد. لا 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 ليلى بنتي، ليلى ليلى. تركيها يا خالد تركيها. أنا لازم أستشير دكتور متخصص في الأمراض العصبية. ليلى لازم ترجع لطبيعتها، لازم. الله يطمنك عليها يا خالد. انزين يا ولدي، وإيش سويت؟ اتفقت مع دكتور واستشاري في الأمراض العصبية والنفسية، بيكشف عليها بكرة بإذن الله. الله يجازي اللي كان السبب. كان بودي أطمنكم عليها لكن للأسف. زين، يعني ممكن توضح أكثر يا دكتور؟ الطب في حالة ليلى ما عنده شيء يقوله لسبب بسيط، هو أنه ما عنده شيء يذكر. زين، وحالة الذهول هذه اللي عندها، هذا أنا وما عرفتني، وأنا أمها أحياناً ما تقدر تميزني. هذا أنت قلتيها أحياناً، يعني ما كل الساعات. زين دكتور، والعلاج؟ العلاج يا أخ سعيد، تخرج باستمرار، تتمشى في الحدائق، على البحر، المهم أنها تخرج من هذا الإطار، وبعدين كل شيء راح يرجع لطبيعته. تفضل يا ابوي تفضل. الحمد لله على السلامة. الحمد لله يا سعيد، الحمد لله. أنا فخور يا سعيد يا ولدي إن عندي ولد مثلك، سويت اللي تقدر عليه. الحمد لله إن المسؤوليات على الكفالة والتعويضات المالية. الحمد لله يا ابوي، الحمد لله. الحين الواحد يحس بالراحة. ليلى رجعت لطبيعتها وأنا رجعت لشركتي. لو سمحت يا ابوي، شوف على صورة المبايعة. مبايعة؟ نعم. ايش هذا يا سيد؟ انا بعت لك كل املاكي وهذه الشركة؟ نعم يا ابوي. متى؟ من اللحظة الاولى اللي اعطيتني فيها توكيل اباشر فيه كل اعمالك واتصرف فيها. انت تسحب مني كل شيء؟ زين ليش؟ انا مستغرب، يعني الدنيا لفت ولفت وما لقيت غيرك انت. ما علي، ترى الفلوس في النهايه كلها بتصير باسمك. لا، كل شيء باسمي وتحت تصرفي. يعني ايش؟ أنا صرت مفلس؟ يلا من ما يلا يا محسنين؟ يلا من ما يلا يا محسنين؟ يلا من ما يلا يا محسنين؟
يلا من مال الله يا ابو حسنان. غصبا عني يا ابوي، ما اريد اعيد نفس اسلوبك وطريقك اللي مشيت عليه. ما اريد اكون سالم بن ابراهيم ثاني، سالم المعروف عنه بالطمع والجشع، سالم اللي هدم كل المبادئ والقيم، اللي ارتكب اخطاء كبيره بحق الاخرين علشان يوصل لطموح وهمي. وحتى امحي هذه الصوره القديمه المعروفه عنك، قمت ادفع من فلوسك اللي جمعتها بطرق غير مشروعه، دفعت الديون اللي عليك، دفعت لكل واحد قدم شكوى ضدك، دفعت تعويضات المخالفات اللي سويتها ضد الشركات، دفعت لكل انسان ظلمته وسلبته، دفعت لكل واحد خذيت حقه بالباطل. والحين اصبحت مفلس وما تملك شيء ابدا، وبامكانك تبدا من الان نظيف وبدون اخطاء، والوقت ما زال معك، وربنا يغفر، ومن تاب عن ذنبه كمن لا ذنب له. وانا مستعد اوقف معك واساعدك بكل ما عندي من قوه، بس العمل الطيب النظيف البعيد عن اي امور غير مشروعه. لا لا لا، هذه هي الدنيا يا ابوي، شوف ايش سويت في دنيتك، من ايش انتهيت؟ صرت على باب الله يا ابو حسنين. انا صرت على باب الله يا ابو حسنين. يلا من مال الله، يلا من مال الله يا محسنين. يلا يلا من مال الله يا سر، يلا من مال الله يا محسنين يا بابا، يلا من مال الله يا محسنين، يلا من مال الله يا محسنين، يلا من مال الله يا محسنين، يلا من مال الله يا آدم. هكذا الدنيا تفاني، هكذا الإحساس في معنى الأماني. يا ابني آدم هكذا الدنيا تفاني، هكذا الإحساس في معنى الأماني. واللي صبر يلقى الأماني غايته، درب الخديعة ما يحقق ربته. يا ابني آدم يا ابني آدم، مهما يطول الشر الشر خيوطه الشر الشر خيوطه تبين، شمس الحقيقة تكشفها بتالي الأمر، شمس الحقيقة تكشفها بتالي الأمر، بتالي الأمر. يا ابني آدم يا ابني آدم يا ابني آدم، آه يا ابني آدم. سعيد يا ولدي، أنا حاس باللي تعانيه يا ولدي. هذا أبوي، وعمري ما كنت متصور إن النهاية بتكون بهذه الطريقة. يا سعيد يا سعيد، الله يهديك، بس مكان مبني على فساد فهو فاسد. بس دائما أسأل نفسي سؤال، ليش أبوي سوى كل اللي سواه؟ ليش ما فكر في مثل هذا النهاية؟ ليش؟ الإنسان يا ولدي لغز كبير حتى على نفسه. واحد مثل أبوي
نشب بيت محافظ على الأدب والدين والحياة الصالحة. يا شي اللي يخليه يتدرج حتى يوصل إلى هذه النهاية. يقولوا يا سعيد يا ولدي أن الإنسان يصنع قراره، وللأسف أبوك أساء في اختيار القرار وتحديد الطريق. أنا بعدني ما حصلت لسؤالي جواب. أنا عندي الإجابة يا سعيد. اللي فيه أبوك الحين هو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان؟ نعم ضعف الإيمان يا ولدي. ضعيف الإيمان هو اللي تسول له نفسه فعل الشرور والأعمال الكريهة. ضعيف الإيمان يا ولدي هو صاحب النفس الضعيفة أمام الإغراءات والشهوات وحب الدنيا. ضعيف الإيمان هو المتناسي في قرارة نفسه، إن الله يمهل ولا يهمل. ضعيف الإيمان اللي بيعيش في كذبة كبيرة ويوهم نفسه دائما وأمام الكل إنه الأقوى عن كل البشر وإنه الأذكى عن كل البشر، وهذا هو حال أبوك. وهذه هي نهايته، نهاية قاسية. وممكن تكون نهاية عادلة. الحياة يا سعيد ميزان يتأرجح بين كفة الخير وكفة الشر، والخير دائما اللي ينتصر في النهاية وهو الأبقى. نعم يا ولدي يا سعيد، الخير هو الأبقى، لأنه دائما بطبيعة واحدة، بقاعدة واحدة وركيزة واحدة، والشر بميت وجه ووجه وألف قاعدة وقاعدة، لكن شيء منتهي ما يدوم. والخير هو لسان الحق وما يدوم غير وجه الله. ونعم بالله، هو نعم بالله. سعيد يا ولدي، الحياة قصة طويلة، والكل إنسان في هذه الحياة بداية ونهاية. وهذه نهاية أبوك، وانت تعرف بدايتك. فكر في المستقبل، في الحياة المرسومة بالأمل بفعل الخير. بداية ونهاية. ايه نعم يا ولدي، بداية ونهاية. ايه نعم يا ولدي يا سعيد، وهكذا هي الدنيا.